تمام؟ وخلاص طبعا السلكت والفكره بتاعت اس كيو ال بالاساس موجود هو مشترك. وهكذا انا ممكن اقدر اعمل اي داتا بيس. طب انا لو عايز اخلي بايثون يكونكت على بتاع انا معايا على باي تشارت وانا مش هكتب كود من اول جديد. انا عايز اوضح الفكره وببساطه احنا هنستفيد ازاي من اللي احنا اتعلمناه. هل كل حاجه من جديد؟ انا دلوقتي هتنقل من حاجه لحاجه، كل حاجه من جديد؟ هو الموديول بتاعنا هيتغير لان هنا انت محتاج موديول يشتغل على الايه؟ على الـ على البايس على اسف على البوست لين. فولو بي اي بي خلاص بقول بنستول. في عندي اللي هو بيشتغل على البوست لين الباكج بتاعتها اسمها بايس جي. تمام في منها فيرجنز بقى زي ما انت عايز. في عندي اللي هو الفيرجن اللي هو فيرجن 2 بايس كبي جي ومن هو 2 تمام كم جي 2 ماشي اوكي. قال لي خلاص انت منزلها، انا كنت منزلها فعلا تمام نزلتها. في منها طبعا ان انت ممكن تشتغل عليها برضه الباينري دي لو انت عايز تنزل اللي هي النسخه اللي شغاله اوتوماتيك يعني مفيش اي حاجه. ممكن طبعا تبيض بالست اب بيض عشان لو كانت النسخه دي مش معموله بيض عندك. المهم انا نزلت الباكج خلاص. انا نزلت الايه؟ نزلت الباكج. هقدر دلوقتي استفيد من اللي انا كنت عامله قبل كده؟ تعال نشوف. انا مثلا كنت عامل اخد اي مثال يكون بسيط يا ريتنا كنا عملنا امبلي عشان اوريك ان انا مش غير حاجه خالص. يعني عايز اعمل نفس التيبل بالظبط بحيث ان انا خليني معلش اعيد تاني احط التيبل بالشكل ده بحيث ان انا عايز استخدم الكود اللي احنا عملناه مع الداتا بيس بتاعتنا دي تاني هي هي. فانا بعد اذنكم هعمل كده التيبل اسميه او من غير ما اسميه ما احنا ممكن نستخدم الكود. ما احنا مش كنا بنكريت ولا ايه يا شباب؟ مش كنا بنكريت؟ طب انا ممكن اخلي انفذ ده على الداتا بيس زي ما كنا بننفذ قبل كده. قلت له ماشي. هرجع هنا تاني على مثال 74 هنا كنا عاملين كونكشن على الماي سيكوال بالشكل ده صح؟ هقول له حلو جدا ده مثال 83 انا هغير في ايه؟ هو جاي عامل ده مثال 84 انا عملت ايه؟ هو كان 83 موجود 84 موجود هو ده 84 هو بس عشان ما خدش الاكستنشن فانا هعمل له ريفاكتورنج الفاكتور على جريني دوت باي عشان يشغل بايثون معايا دوت هو ده تمام. طيب اولا عشان اعمل امبورت خلاص احنا فاهمين لازم نعمل امبورت للشغل بتاعنا احنا مش ده مش اللي يعني مش الشغل بتاع ده الماي سيكوال. فانا عندي ادي بايسكوب جي 2 دي اللي بتخليني دي الموديول اللي بيخليني اقدر اكونكت على الداتابيز بتاعتنا اللي هي البوست جريد. السيرفر بتاعنا على اللوكال هوست احنا على اللوكال هوست ماشي كده. الداتابيز بتاعتنا كان اسمها ايه؟ قلت له والله احنا عملنا داتابيز اسمها باي دي بي 1 صح؟ احنا غيرنا اسمها خلينا واحد اليوزر باي يوزر وكان الباسورد بتاعي باي يوزر برضه في التجربه يعني. انا طبعا اعتبر انا ما غيرتش حاجه لان دي الداتا بتاعتي اصلا انا بكونكت بس. وهاجي هنا وعامل ايه؟ اعمل كده بايس كوب جي 2 دوت كونكت هي هي خص زي ما هو داتا بيز زي ما هي واليوزر والباسورد بس داتا بيز بتتكتب هنا داتا بيز كامله في هذا بارامتر يعني او بارامتر مش اكتر من كده. طيب وبعدين خلاص خلصنا انا طبعا هرجع تاني هو الكونكشن سكسسفلي والكونكت يعني احنا عملنا ايه؟ ولا حاجه غيرنا ايه؟ وهنا برضه غيرنا طبعا البيانات مش هعتبرها تغيير البيانات ما بتعتبرش تغيير في الكود بس نجرب. قلت له يلا وريني تمام. قال لي دوت كونكت از نوت ديفاين يعني الفانكشن اللي اسمها كونكت دي مش معروفه هنا او مش متشافه هنا في الشغل بتاعنا دوت يعني لحد دلوقتي. اللي تحت يا دكتور نعم كونكت اللي تحت انت الداله مش موجوده اساسا. يس هي اسمها كونكت تو ماي سيكوال انا هغيرها خليها كونكت تو بوست جريز او بوست جريز هنسميها خلاص. انا بوست جريز انا كونكت على بوست جريز دي على الفانكشن وارجع عليه رن. قال لي انا عملت كونكشن
الجديد. هل ده بالنسبه لنا بقى صعب انك تشتغل مع داتابيز جديده يعني؟ طب لو احنا رحنا